الست اللي بتكشف جوه كانت حاطه على راسها طرحه ولابسه نقاب. ايوه فيها ايه يعني؟ ولا هي حاطه طرحه ولا لابسه نقاب؟ قلعي. لازم تقلع. الله يعني هتكشف بهدومها؟ هتكشف في اوضه المكتب. ايه ده؟ فين الست اللي كانت هنا؟ دخلت للدكتور. دخلت للدكتور؟ للتكسودة. اه اه اسطوره معانا. اه كملت. ربنا معاك يا توبة يا اخويا. امال اللي انا بحس بيه ده يا دكتور ايه؟ عادي يا فندم، مفيش اي حاجه خالص ان شاء الله. مفيش حاجه خالص؟ ازاي بقى؟ ده انا متضرره يا اختي على طول، وطول الوقت حاسه ان انا مغاصه ومجوعه، مجوعه قوي. حضرتك هتمشي على العلاج ده ان شاء الله، وباذن الله هتبقي كويسه جدا ان شاء الله. كده يا اخويا من غير ما تكشف وتشوف؟ ان شاء الله بعد ما تشوفي العلاج ده حضرتك وتعملي التحاليل المطلوبه نبقى نعمل سونار ساعتها ونبقى نكشف ونشوف. يعني انا هرتحل بتاعه دي ان شاء الله؟ والنعمه، انا قلت راحتي على ايدك يا دكتور. الشافي هو الله يا فندم. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما انت برضو ست زينا وفاهمه عن ايه وجع ومغى الستاتي. ولا انت يا اختي ما دخلتيش دنيا ولا رجل بره ورجل جوه؟ نعم نعم الله عليك يا حبيبتي، شكلك كده يا اختي لسه ما دخلتيش دنيا، بكره يا اختي تغرزي زينا ودكتور عمر هو اللي هيريحك. طيب بالاذن انا بقى، انا سامع حاجه بتزن، يكون البتاع ده. البتاع ده يا اختي ولا بيزن ولا بيطلع اي صوت اصلا. ونشوف حضرتك بالاستشاره ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. هنشوف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. الباب لبره يا فندم بعد اذنك. حاضر. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامة. تبنا إلى الله. إنما إيه المفاجأة الجميلة دي؟ أتاري العيادة منورة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. عمر. نعم. إيه البنت اللي كانت قاعدة دي هنا؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا حبيبي. أنت عارفة حبيبتي دي عيادة، والعيادات يعني بتبقى بتلم. أنت عايز تفهمني إن البنت دي مريضة؟ طبعا. دي بشع. حصل. والجير. مظبوط طبعا. كده مش عارفة هي. طبعا يا أهلا وسهلا. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ما تسيبك منها وقولي ايه بقى سر المفاجأة الجميلة دي. يا أهلا وسهلا. زواج مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. ألف ألف مبروك يا غازي. ألف مبروك. مبروك يا دكتور. ألف مبروك. مبروك يا دكتورة. جوازة سعيدة إن شاء الله. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. وعلي مرتضى مبروك عليا أجمل عروسة في الدنيا. مبروك علينا إحنا الاثنين. ولا تتكسفي خالص، دول زمايلي ولازم ابارك لهم. طب مش كنت تقول يا عمر كنت عملت حسابي كده برضو؟ تعملي حسابك في ايه؟ انت زي القمر كده. زي القمر. زي القمر. ما ده احنا مش هنطول. يلا تعالي. مبروك يا غيث. اتأخرت قوي. معلش الظروف هبقى احكي لك بقى بعدين. مبروك يا اخت صفا، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ميرسي يا عمر عقبالك. ايه؟ لامار خطيبتي. انت لحقت. الف مبروك. الف مبروك. ميرسي. الله يبارك. 114. اتفضل عمر. اتفضل. 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 مكانش ليها لازمة الكلمة دي يا غازي. ده عادي بهزر، وبعدين عمر واخد على كده. صاحبك شبك مع واحدة جديدة في لمح البصر. ابن المحظوظة. أنا عارف بيجيبهم منين؟ ده ما بيهمتش. على فكرة اللي قال ان الدوفر ما يطلعش من اللحم هو انطقي، عشان انا عندي طلع من اللحم. بس انا كان عندي ابن واد زي القمر ودمه خفيف، بس اختلفنا سوا. احنا
شافنا عشان هو بيقول ان انا ضيعت ورثه على الحلس. لكن انا ايه انت ايه؟ انا فعلا ضيعت ورثه على الحلس. بس فريدي حتى ضيعته يوم يتخلى عني ويسيبني، هو انه اللي اغلى، ان الفلوس ولا اللابتوب ولا الاب؟ الفلوس طبعا. صدقي ان انت واطيه، مش بجيب لك من الاخر. ايوه من الاخر، كل اول وله اخر. انا في الاول ضيعت فلوسه وفي الاخر. في الاخر تفتكري لسه في العمر اللي يخليني استناه. خلاص انت يدوبك فرت الكعب وتفلس عنه. قومي يا كلبة قومي. ليه ان شاء الله؟ قلت ايه انا بقى علشان في الاخر اشرب عليه الميه بعد كل وجع الدماغ ده بذكريات حكاياتك؟ تقول لي قومي بلوشك ايدك على القبايك بقى علشان نبلع. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. هو في ايه؟ تعالي بس امسكي. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. ايه رغي بقى؟ ممكن اطلب منك بقى طلب؟ أمرني بس العين هنا مفتحة قوي مش هعرف. يا بنتي ما تبقيش سافلة، مش اللي في دماغك. مجانا يتوز مني ايه؟ احكي لك حد ده. لا ابوسي ايدك خليك قاعدة معايا، بس انا ما بحبش الوحدة كده. يبقى حاضر. قفشتك يا جميل يا ابو الشقاوة. يا بنتي انت جبلة، مش بقول لك قومي مش الصبح وانت مصممة، قومي مش طايقة تجري. ماشي. ازيك يا انكل حافظ؟ انا هسبقك وانت هتحصلني صح؟ اكيد طبعا. العنوان سهل ما يتوهش، وانت حفظته؟ اه طبعا، قبيلة بني خزاعة، سهل جدا. اسيبك انا بقى. لمار. ايه عمرو؟ ولا حاجة خلاص. انت كنت عايز تقولي حاجة؟ كنت عايز اقول حاجة. كنت عايز اقول لك انك هتوحشي عمر. لو كنت قلقان انت ممكن تفكر تاني، ولو على بابا انا ممكن اقوله اي حاجة مفيش مشكلة. البنت تبخي دي يا بنت خنقت. هرجع فين تاني؟ خلاص ما اتفقت مع الراجل، عايزين نرجع تاني يقول عليا ان انا برجع في كلامي. خلاص اتدبسنا بقى واللي كان كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتدبست خفيف كده. اصلا انا خايفه من المشاكل قوي. ما تقلقيش، ابوكي راجل حكيم وهيعرف يحلها يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير قوي خير كتير. يجيله مزيتين في ليلة واحدة. كمل بقى يا عمو. بلاش يا عمو دي، قوليلي يا زوزو. يا واد يا تقيل. هي دي. اسمها ايه بقى العروسة؟ اسمها فارة لارا لامار. اسمها لامار. واحد جوزها. يا صحيح عيلتها مش ولا بد واطيه بعيد عنك، لكن هو نوى، وما دام نوى يبقى هينفذ، يبقى هيتجوزها طبعا. وليه بتقول كده؟ بس انا عارفه، بس بعيد عنك على الله الجوازه تتم. ليه بقى؟